رفع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، تقديرا لجهود جلالته المشهودة في قيادة البلاد وترسيخ موقعها الريادي على الصعيد الدولي ورؤيته القيادية الحكيمة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار ونشر السلام في المنطقة والعالم. أكد المجلس في جلسته الاعتيادية الأولى لسنة 2021 برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هذا التقدير الكبير له باعث على فخر واعتزاز مملكة البحرين وشعبها الوفي وتتويج للمسيرة المباركة لصاحب الجلالة الملك المفدى في تكريس أسس التعايش والسلام والإخاء بين الشعوب والحضارات كافة عبر سلسلة من المبادرات الرائدة محلياً إقليميا ودوليا. إلى ذلك ثمن المجلس حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة جلالة الملك المفدى على إعمار بيوت الله تعالى ورعايتها وخدمتها، منوها بما تبذله الجهات الرسمية والأهلية من جهود كبيرة في هذا الصدد. كما بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستهلها باستعراض مذكرة من الأمانة العامة بشأن الضوابط والمواصفات والاشتراطات اللازمة لبناء الجوامع والمساجد في مملكة البحرين. وجه المجلس في هذا الصدد وفي ضوء التوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المفدى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة بأهمية الالتزام لدى إعداد تصاميم البناء للجوامع والمساجد بأن تكون مستوحاة من الطابع المعماري والهندسي والمعبر عن الهوية البحرينية والإسلامية. اختتم المجلس جلسته ببحث ما يستجد من أعمال واتخذ بشأنها من القرارات اللازمة.